أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد تيفي. نخصص هذه الحلقة عن الاغتصاب والفن، ونبدأ حلقتنا بخبر مثير عن إحالة الفنان المغربي سعد المجرب إلى محكمة الجنايات بباريس بتهمة الاغتصاب. فقد أفادت يورونيوز بأن القضاء الفرنسي شدد ضد التهم التي يتهم بها سعد المجرد، والذي يبلغ من العمر 34 عاما، والذي يواجه تهما بالاغتصاب في فرنسا. فقد أصرت الشابة لورا باريول 23 عاما إصرارها الكامل على محاكمة المجرد بتهمة الاغتصاب. وقالت المصادر أن محكمة الاستئناف الباريزية قد ألغت القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، معيدة تصنيف الواقعة أو القضية ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر إحالة صاحب أغنية المعلم إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف. الخبر من طبيعة الحال انتهى هنا، ولكنه بدأ في نواح عدة. موضوع الاغتصاب فيه الكثير مما يقال. الكاتبة الإسبانية والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية جوانا ليو، والتي تم اغتصابها، تقول أن امرأة أو سيدة من 10 نساء هن هي ضحية للاغتصاب، وأن امرأة واحدة من كل 4 نساء سيتم اغتصابها، سواء بمنزلها أو بالقرب منه، وأن 75% من المغتصبين يعيشون في منزل الضحية أو في محيطها أو هم من أقرب المقربين. نسوق تجربة الكاتبة جوانا ليو لأنها مريرة بكل المقاييس، فقد تم اغتصابها في منزلها في 25 يناير 2001، حيث اقتحم رجل مسلح منزلها وقام باغتصابها بأعصاب باردة. ورغم مرور 19 عاما على فعل الاغتصاب، لا زالت آثاره بادية في النفس وفي البدن كما تقول. وهي كاتبة وحاصلة على الدكتوراة وعلى الماستر في الهندسة. تقول الكاتبة أنها تتذكر تلك المرارات وتلك الساعات وتشعر بالعجز الكامل. تشعر بالعجز الكامل حينما تتذكر مشاهد الاغتصاب، وتعتبر الاغتصاب الجنسي شكل من الأشكال العنف الكبرى والقسوة أمام النشوة الكبرى للمغتصب. وقد أعادت هذه الكاتبة حكاية الاغتصاب في قالب روائي وفي كتاب لقي رواجا منقطع النظير، وحقق أرقاما قياسية في عدد من البلدان. من طبيعة الحال جوانا ليو ليست الكاتبة الوحيدة التي تعرضت للاغتصاب. هناك الكثير من الكاتبات تعرضن لفعل الاغتصاب بشكل وحشي، وكل واحدة أرخته بطريقتها وبنظرتها، رغم أن الوقع النفسي كان كبيرا، وطريقة التخلص والتعافي من هذا الاغتصاب استلزمت وقتا طويلا حتى تنزع من ثوب الاغتصاب وتدخل في ثوب الإنسان التي كانت قبل. تقول جوانا اليوم أنها لم تعد تلك الإنسان التي كانت من قبل، وهنا مربط الفرس. ولكن لكل حكاية من هؤلاء من الكاتبات لها قصة مع الاغتصاب، لذلك نلقي الضوء على العديد منهن وعلى مؤلفاتهن حتى
تتضح للمشاهد الكريم وللمشاهدة الكريمة صورة الاغتصاب، لأنه ليس فعلا آنيا ولكنه فعل، فعل صيرورة وفعل يطول مع الزمن ومع آثاره. كما قلت أن العديد من الكاتبات تعرضنا لفعل الاغتصاب وهو فعل شنيع، لكن أشهر هذه الكتب التي تعرضت للاغتصاب نذكر من بينها من طبيعة الحال كتاب محظوظة، وهو من تأليف أليس سيبولد. أليس سيبولد، وهو كتاب يتحدث كيف هوجمت الكاتبة في حديقة بالقرب من الجامعة التي تشتغل بها وتم اغتصابها في واضحة النهار. في ثنايا الكتاب تتذكر الكاتبة كيف تغلبت على صدمة الاغتصاب ومرارته بعد يعني فعل الاغتصاب وبعد سنوات عديدة. الكتاب الثاني الذي نسوقه هو بعد الصمت من تأليف نانسي فينابل رين، أنها بعد صمت طويل، هذه الكاتبة التزمت الصمت بعد لمدة طويلة، ولكنها قررت في نهاية المطاف البوح وكسر جدار الصمت عن طريق الكتابة، وهو عمل يكشف القسوة والأساطير المحيطة بالاغتصابات وتعرض يعني الكاتبة للاغتصاب في سن مبكرة، ولا زال فعل الاغتصاب يلازمها لبقية حياتها. الكتاب الثالث وهو كتاب مهم جدا، ساعة في باريس، وهي قصة حقيقية عن الاغتصاب وكيفية التعافي من هذا الفعل، من تأليف بياتريس كولومينا، وكيف أن ساعة واحدة من الاغتصاب غيرت مسارها بالكامل، وأن هذه الساعة تعتبرها ساعة جحيم في حياتها. تجربة الكاتبة مع الاغتصاب تتحدث من طبيعة الحال، أو أنها الكاتبات يتحدثن عن نفسية المغتصب ونشوته الكبرى والقسوة التي يمتازها، بل والتلدد بهستيريا، البكاء والخوف والتضرعات المصاحبة لعملية الاغتصاب. وتقول الكاتبة أن تجربة الاغتصاب المريرة، يعني أن هي أن تجربة الاغتصاب هي تجربة مريرة جدا، وتعبر يعني أن هذا المغتصب مثل وحش ضاري في حالة هيجان، أو مثل ثور لا يرى أي شيء. لكن تجربة الاغتصاب لدى الكاتبة الإسبانية جوانا ليو تقول أن المغتصب الذي يكون مخدر، يعني يتناول المخدرات بالكامل أو يكون مخدرا بالكامل وفاقدا للوعي، كل ما يقوم به من 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 اعتداءات ومن تعنيف ومن ضرب وشتم وممارسة جنسية تجعله في يعني تجعله سعيدا جدا، ويعتقد أن شخصيته قد اكتمل بناؤها وأنه يعني في أوج شخصيته. وتقول الكاتبة أن هذا يعبر عن معناه المغتصب في طفولته أو في لحظات معينة من حياته. المهم في مسألة الاغتصاب أنه ليس مسألة يعني ساعة أو خمسة دقائق أو نصف ساعة، ولكنه اغتصاب مرير يعذب النفس والبدن. لذلك الكثيرون يتشبثون بالعقاب، أضعف الإيمان يعني، واللجوء إلى القضاء وتعرية هذا المغتصب مهما كانت درجته. المهم أن ينال جزءا أو قسطا كبيرا من العقاب على ما فعله، ويعني في تجربة في هذه التجارب لدى الكاتبات يعني تجارب مريرة، من يقرأ هذه الكتب ويطالعها سيشعر بخيبة الأمل، وكيف يعني أن على المغتصب أن ينال جزاءه، يعني إحقاقا للحق وإحقاقا للعدالة، وحتى لا يبقى فعله
يعني فعل السبياني يقوم به حيثما شاء ومتى شاء، سواء كان في حالة طبيعية أو في نشوته القصوى وهو يتناول أقراص المخدرات والهلوسات. كان معكم عبد الساورة في حلقة جديدة، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، وإلى حلقة جديدة بحول الله، لكم كل التقدير والمحبة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.